يقول: عندما أكون مسافرا مسافة قصر، هل أصلي الظهر والعصر في وقت صلاة الظهر أو أصلي الظهر والعصر في وقت صلاة العصر؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض أليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقصر الصلاة من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع عليه الصلاة والسلام. القصر في السفر رخصة وسنة، وفعله أفضل من الإتمام بحق المسافر. أما قضية الجمع بين الصلاتين فهو مباح للمسافر رفقا به، فيفعل الأرفق به، فإذا كان جادا به السير فإنه يؤخر الظهر ويصليها مع العصر في وقت العصر جمع تأخير، ويؤخر المغرب والعشاء ويؤخر المغرب فيصليها مع العشاء في وقت العشاء أيضا جمع تأخير. هذا إذا دخل عليه وقت الأولى وهو يسير في الطريق. أما إذا دخل عليه وقت الأولى وهو لا يزال نازلا ثم يريد أن يرتحل، فإنه يصلي الصلاة الأولى الظهر أو المغرب ثم يجمع إليها الثانية وهي العشاء وهي العصر أو العشاء، فيصليهما جمع تقديم ثم يرحل ويركب الطريق في سفره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أنه إذا زالت الشمس قبل أن يرتحل قدم الظهر صلى الظهر وقدم العصر فصلاها مع الظهر جمع تقديم، وإذا رحل قبل أن تزيغ الشمس فإنه يؤخر الظهر ويصليها مع العصر جمع تأخير. أما إذا كان المسافر نازلا في سفره إما في بر وإما في بلد فإنه يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وهو في منى أيام التشريق. كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية، وإنما جمع صلى الله عليه وسلم في عرفة وهو نازل من أجل اتصال الموقف والتفرغ للدعاء. أما إذا كان نازلا في منزل وناويا للإقامة فيه أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة، لأنه حينئذ يخرج عن أحكام السفر إلى أحكام المقيمين إذا نوى إقامة تزيد على